السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم لمتابعة آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم من تونس، ونبدأها بعناوين أبرز ما فيها. مسيرة منددة وأخرى مساندة لإجراء 25 من جويلية الاستثنائية، واتحاد الشغل يطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة. عوامل مختلفة تساهم في ارتفاع أسعار العقارات في تونس، ومطالب بتفعيل إجراءات قانون الانتعاشة الاقتصادية. وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد مسيرة طويلة في الحكم وحراك شعبي دفعه إلى ترك السلطة. بعد نحو شهرين عن القرارات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، شهد الشارع الرئيسي بتونس العاصمة أمس تحركات شعبية لبعض من التونسيين احتجاجا على بطء التغييرات التي وعد بها رئيس الدولة في 25 من جويلية، لكن بالتوازي مع ذلك تشكلت جبهة أخرى تساند الرئيس. إلى شقين انقسم شارع الحبيب بورقيبة اليوم، ومعه انقسمت آراء التونسيين. المشهد الأول مناهضون لقرارات 25 من جويلية الفارط التي يصفونها بالانقلاب على الدستور والمؤسسات الدستورية. يقابله مشهد الموالين للرئيس قيس سعيد ممن يعتبرون الإجراءات الاستثنائية التي أقدم عليها خطوة باتجاه القطع مع منظومة فاشلة لن تنتج إلا مزيدا من الفشل. المناهضون لسياسات قيس سعيد الذين تجمعوا بعد نداءات وجهت إليهم على صفحات التواصل الاجتماعي يطالبونه بالحوار والحفاظ على مكتسبات الثورة لا سيما الحريات. ويلزموا يتحاور مع الناس لا للفردانية في الحكم والاستبداد والعبودية، فمتني تونس بلاد ديمقراطية والثورة ومكتسباتها لا مازال انها تسقط في الماء. جينا نحتاج اليوم على التواصل الاجراءات الاستثنائيه هذه بدون سقف، نسمونا احنا انقلاب 25 جويليه، خاطر هو خرج على فصل 80 نهائيا. ما فماش حكومه، دوله كيفاش دوله من غير حكومه؟ حل برلمان، انقلاب على الدستور. كما تعرفوا فما رجال اعمال هربت من تونس، استثمارات ما عادش موجوده في تونس، فما حتى شيء معناتها يبشر بالخير. بعد نهار 25 كنا فرحانين بالشعارات اللي ترفعت انه قطع مع منظومه الفساد وانه باش تحاسب الفساد وكل شيء، اما اليوم قاعدين نشوفوا لهذا الكل ما صارش، قاعدين نشوفوا في عوده الى ما وراء 14 جانفي، قاعدين نشوفوا في عباد قاعده تتوقف يحجر عليها السفر، الحريات قاعده تتقسم بشوي بشوي، الوعود اللي حكينا عليها نتاع خريطه الطريق ونتاع انه رئيس حكومه يكون موجود هذا الكل ما فماش. على الجانب الاخر من الشارع تجمع مساندو الرئيس قيس سعيد دفاعا عما اتخذه من إجراءات تقطع حسب تعبيراتهم مع منظومة الفساد، مطالبين في المقابل بالتسريع بوضع خارطة طريق سياسية تنهي مع الحالة الاستثنائية. اعتباري مواطن تونسي ونمن تونس ومستقبل تونس ومستقبل أولادي، وقفت احتجاجا وتنديدا بهذه الوقفة المقابلة التي تدعو إلى العودة إلى ما قبل 24 جويلية. بعد ما عانيه الشعب التونسي كثير 10 سنين يحبوا يرجعونا ما قبل 25 جويلية. هذاك علاش تمت المجموعة هذه للتعبير على ولمناصرة السيد الرئيس لمواصلة عملية الإصلاح. نحن مع الإصلاح ومع فتح ملفات الفساد. الإنهاء مع المنظومة الفاسدة هي في حد ذاتها خطوة إلى الأمام، نصبر شوية وتونس راهي بخير. يجب حل البرلمان ويجب إعفاء البرلمانيين. وسعيد يلزموا زادا يتحرك لنا شويه، خاطر توا شهرين زادا ياسر شويه تقريبا ما عمل شيء، وقت اللي هو حذاه عنده برشا حاجات ما يعملهم، كي تبطالهم في الانجازات تعطيهم فرصه باش ينجموا يجيو كيما هكا. من زاوية أخرى خير البعض متابعة المشهد دون اصطفاف لأي طرف من الأطراف المتقابلة التي فصل بينها جدار أمني، فيما حضرت الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب بصفة المراقب لمدى إنفاذ القانون. تو خرجوا جماعة من هنا وجماعة من هنا، والأمن اش باش يعاني ويخافوا من الاستفزاز يصير ما بيناتهم، وهذوما يعيطوا ضد الانقلاب سماوها انقلاب، وهذوما مع الانقلاب إذا كانوا هو انقلاب منين بالشدة. طبعا الهيئة الوطنية للقانون والتعذيب في مثل هذه الأحداث وراقبت حتى سابقا بعض المسيرات وبعض الوقفات، بالإضافة إلى رصدها طبعا لأماكن الاحتجاز، تراقب مدى إنفاذ القانون وكيفية المعاملة، خاصة معاملة أعوان الأمن لعموم المواطنين. الحقيقة ما رصدناش انتهاكات تذكر، يعني بعض مناوشات بسيطة،
لكن مع ذلك احنا نلتزم طبعا جانب اليقظة. شارع لحبيب بورقيبة الذي اتسع اليوم للرأي والرأي المخالف يبرهن مرة أخرى أن الاختلاف ممكن ما دام التعبير عنه لا يحيد عن الطابع السلمي الموثق صوتا وصورة. دعا ائتلاف صمود لتشكيل جبهة اجتماعية مدنية من الأحزاب والمنظمات لحماية مسار 25 من جويلية في إطار حراك مدني، فيما جددت منظمة الشغيرة دعوتها الرئيس قيس سعيد لاختيار مسار تشاركي للإصلاح وتوضيح خارطة الطريق أمام انقسام الساحة الوطنية. محاولات عديدة يعرفها الفضاء العام لتنسيق المواقف بين مختلف القوى يقودها هذا الطرف أو ذاك للمساهمة في تسريع خطى الإصلاح والدفع نحو تصحيح المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، آخرها دعوة ائتلاف صمود الذي يمثل شبكة من الجمعيات وعدة شخصيات وطنية تلتقي في رؤاها مع عدد من أحزاب. دعوة الائتلاف لتشكيل جبهة اجتماعية سياسية تضم المنظمات الوطنية والأحزاب المتشبثة بمطالب 25 من جويلية من أجل قطع الطريق أمام عودة الأوضاع لما قبل هذا التاريخ. أمام حالة الجمود والتمطيط اللي صايرة توا، وأكيد نتفاهموا حجم الضغوطات اللي تعرض لها رئاسة الجمهورية، صارت هالدعوة هذه اللي باش تكون اللبنة الأولى بتاعها هي مكونات المؤتمر الوطني الشعبي واللي هم موافقين على هذا من أجل أحداث ومن أجل تفعيل هذه اللجنة التي تكون قوة اقتراح خاصة وقوة ضغط من أجل قطع الطريق أمام المنظومة القديمة. احنا ندعو إلى تشكيل لجنة معنية بالصياغة تاع النظام السياسي الجديد ويقع استشارة الجميع فيه حتى لا نقع في الفردانية وفي المصالح وفي الحسابات. ائتلاف صمود شدد على ضرورة توخي مسار تغيير منظومة تشاركي بالصياغ التي تضمن مساهمة كافة القوى الوطنية وتداولا اجتماعيا واسعا للخيارات المطروحة إلى جانب التسريع في الإجراءات المنتظرة. كأننا ما زلنا يوم 25 جويلية كأنه أطول يوم في حياة التونسيين، اليوم عمره 56 يوم، ما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستمر هكذا الأمور. نحن نحط السيد الرئيس لبداية الإجراءات الفعلية والكبيرة والإصلاحات الكبرى سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو من خاصة تشكيل الحكومة في سبيل قطع الطريق على المنظومة القديمة. ثم ما نخشاه أيضا أن هناك من القوى المدنية والقوى الوطنية ولا نشكك في وطنيتها التي هي تتوجس خيفة واللي هي في قلق مستمر أن تجد من المسوغات الموضوعية والمعقولة بأن تصطف مع من يريدون إجهاض حراك 25 جويلية. الرسالة ذاتها بعث بها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي عقد عديد اللقاءات مع عديد الأطراف السياسية، وأكد أمينه العام نور الدين طابو بأن أي تأخير في الإصلاح لن يفضي إلا إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها. أكثر من 50 يوم للأسف إلى حد الآن تم غموض، الحالة الاستثنائية ما زالت متواصلة. قلنا لابد من البداية منذ يوم 25 جويلية، قلنا لابد من أن هذه الحالة الاستثنائية أن تنتهي في أجال معينة ومعقولة، وأن في الأثناء لابد من تشكيل حكومة، في الأثناء لابد من توضيح الرؤية، من وضع خارطة الطريق. رسالة نوجهها لرئيس الجمهورية أن يستمع، أن يشارك، أن لا ينفرد بالرأي، أن يكون ثم وضوح للمستقبل وأن لا يخضع لأي ابتزاز خارجي. الاتحاد على غرار المكونات الأخرى وبالتوافق مع بعضها جدد دعوة لتوضيح خارطة الطريق وتوضيح مآلة الدستور والبرلمان. توضيح الرؤية في علاقة بالدستور وبالبرلمان اليوم قبل الغد حتى لا تكثر الضغوط على تونس داخلية ويزيد ينقسم الشارع، ونبدينا نسمع في دعوات التجيش والدعوة إلى الفوضى، وأيضا تنقص الضغوط الخارجية اللي تحاول تدخل الشأن التونسي وهناك من يستقوي بها من أجل الضغط على أن مقررات 25 جويلية تذوب وتضمحل. يذكر أن عديد الأحزاب على غرار مكونات المجتمع المدني بدأت بالتحرك بدورها لمبادرات تنسيقية بينها سواء في اتجاه رفضها ودعم بعض الخيارات التي أعلنت عينها رئاسة الجمهورية وفتح النقاش حول مسائل عدة تهم واقع البلاد ومستقبلها. تسجل أسعار العقارات في تونس ارتفاعا مشطا ومتواصلا منذ سنوات حتى باتت أسعارها خيالية بالنسبة إلى فئة كبيرة من التونسيين، بينما يرجع الباحثون العقاريون ارتفاعها إلى عدة أسباب نتابعها في الروبورتاج التالي. امتلاك مسكن أصبح حلما بالنسبة لفئة كبيرة من التونسيين، خاصة مع الارتفاع المتواصل في الأسعار الذي سجل طيلة السنوات الفارطة.
ارتفاع بلغ حسب المعهد الوطني للإحصاء خلال الثلث الثاني من سنة 21 و2000 6.8% مقارنة بالثلث الأول من نفس السنة، وب 15.4% مقارنة بالثلث الثاني من السنة الفارطة، ما جعل هذا الحلم صعب المنال، خاصة مع ما اعتبره البعض تعجيزا من قبل المؤسسات البنكية في الحصول على قروض عقارية. حلم، أنا أقول لك أنا نعرف شكون يخدم معايا ما عرسش 40 سنة على خاطر ما عندوش عقار. منين شريه؟ غاليين ياسر. قديش؟ وحتى القرض البنكة ما تعطيكش، تبدا موسيل ما يعطيكش. بالنسبة للمنازل الأسعار نتاعها في يد السمسارة، والدولة ما فيهاش قانون وما تحميش المواطن. صعيب برشا 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 انه انسان يملك دار، مش خاصه كان توا الدوله هي اللي تاخذ معنا بزمام الامور وترجع هي تبني للناس للعباد المواطنين والعباد يخلصوا بالطرب. انا كاري خليني كاري على الدوله بعد 20 سنه تولي داري. الباحثون العقاريون ارجعوا هذا الارتفاع المشط في اسعار العقارات الى عده اسباب، متوقعين تواصل نسق ارتفاعها خلال الاشهر القليله القادمه. ارتفاع هذايا الاساس نتاعو هو ارتفاع التكلفه. التكلفة اللي نحكيو عليها هي المباشرة متاع مواد البناء، والتكلفة غير مباشرة كيما البطء الإداري، ثم برشا تعطيل على المستوى الإداري، ثم وسطاء غير قانونيين اللي قاعدين يضروا. إذا كان مش تواصل نسبة التضخم كيما موجودة حاليا في بلادنا، الأسعار مش تواصل الارتفاع متاعها. تراجع في نسق ارتفاع القروض البنكية الموجهة لتمويل السكن بسبب ارتفاع أسعار العقارات، رغم عدم تغير شروط الانتفاع بقرض بنكي سكني منذ سنوات عديدة، ذلك ما أكده الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية. ما زدناش في نسب الفائدة، ما زدناش في نسب التمويل معناها الذاتي. مدة التمويل هي مدة استرجاع القرض هي بيدا، ولكن ما تغير هو الارتفاع الكبير في أثمان المساكن. كما ثمن محدثنا ما أتى به قانون الانتعاشة الاقتصادية لفائدة المواطن، مطالبا بالنظر فيه وتفعيله. قانون الانتعاشة الاقتصادية أتى ببعض الجرائات هامة جدا، منها مثلا أنه تم التنقيص بصفة كبيرة في نسبة التمويل الذاتي المطلوب من طرف البنوك، أنه من يمدد في مدة القرض من 25 حتى 40 سنة، أنه نسب الفائدة تكون نسب منخفضة، وأن الدولة التونسية تتحمل تمويل إعادة تمويل هذه القروض من طرف البنوك. ولكن هذا القانون لم يتم الوفق عليه، لأنه لم يتم إمضاؤه من طرف رئيس الجمهورية، وأعتقد أنه لا يجب إلغاؤه، يجب النظر معناها في إجراءاته الهامة ويجب تفعيلها. رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك دعا بدوره الدولة إلى ضرورة التدخل لتوفير أكثر ما يمكن من المساكن اللائقة، خاصة للشباب المقبل على الزواج. الحاجة الأولانية ساعة عندك الفوائد متاع البنوك اللي هي قاعدة معناتها فوائد مشطة، تهيئة المناطق لتحضير معناتها باش يلقاو لي سيرفاس اللي باش يبنيو فيهم المساكن هذية. ثلاثة عندك المواد البناء اللي هي زادة ارتفع السعر متاعها ولازم اليوم مراجعتها. قطاع العقارات هو أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد التونسي، يتطلب حسب المختصين مراجعة في بعض القوانين وتفعيل أخرى لخلق توازن في هذه السوق التي أضرت بدرجة أولى بالمواطن التونسي. بعد مسيرة طويلة في الحكم وبعد أن اضطره الحراك الشعبي إلى مغادرة السلطة، توفي البارحة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في عمر قارب 84 عاما. قد قضى الرئيس الراحل بوتفليقة 20 سنة على رأس السلطة في الجزائر بين عام 1999 و2019. انتهت برفض شعبي لتوليه ولاية خامسة لأسباب صحية بالأساس، ما اضطره إلى تقديم استقالته والاختفاء عن الأنظار والعيش في عزلة بمقر إقامته الطبي في زيرلدا غرب العاصمة الجزائر. قد قرر الرئيس الحالي عبد المجيد تبون تنكيس العلم الوطني 3 أيام ابتداء من يوم السبت. والآن إلى أخبار الرياضة، حيث توج الاتحاد المونستيري بكأس تونس الممتازة في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الترجي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية 5-4 في المباراة التي جمعته مساء السبت بملعب رادس بتونس العاصمة، وانتهت في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لهدف. وكان الترجي بادر بالتسجيل بواسطة محمد علي بن رمضان، ثم أدرك حسام اتقاء التعادل للاتحاد المونستيري.
إلى هنا تنتهي النشرة، وأذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. مسيرة منددة وأخرى مساندة لإجراءات 25 من جويليا الاستثنائية، واتحاد الشغل يطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة. عوامل مختلفة تساهم في ارتفاع أسعار العقارات في تونس، ومطالب بتفعيل إجراءات قانون الانتعاشة الاقتصادية. وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد مسيرة طويلة في الحكم، وحراك شعبي دفعه إلى ترك السلطة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.